مقاديرنا عبارة عن ايه؟ العجينة بتاعتنا 2.5 كوباية من الدقيق، الدقيق العادي الابيض متعدد الاستخدام هننخله كويس. عندنا كمان 0.5 كوباية من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة اللي بدون اي اضافات، 2 معلقة كبار من السكر، 1 معلقة صغيرة خميرة فورية، 1 معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع 1 معلقة صغيرة من البيكنج صودا، تمام، ورشة ملح بسيطة جدا، 3 كوبايات مية دافية، وطبعا زيت علشان نقلي، والحشوات بقى ليكي فيها مطلق الحرية. أما السيرب بتاع القطايف بيكون سيرب تقيل، هيكون عبارة عن إيه؟ 2 سكر، 1 كوباية مية، عصير 0.5 ليمونة، معلقة كبيرة من العسل الأبيض أو عسل الجلوكوز علشان نضمن إن الشربات بتاعنا ما يسكرش، والحشوات زي ما قلنا براحتكم بقى، فأنا مش هتكلم على الحشوات دلوقتي، ويلا بينا نبدأ على طول في العجينة. هجهز كده 3 كوبايات مية، قلنا المية دافية، هنعمل كده مزيج ما بين المية الباردة والمية السخنة. نعم، بنسيب القطايف كتير تخمر؟ لا، ما بنسيبهاش كتير ولا حاجه، يعني ربع ساعه بالكتير هتبقى الدنيا تمام، خاصه ان احنا حاطين لها عوامل مساعده زي البيكنج صودا والبيكنج باودر. كده انا جهزت 2 كوباية، محتاجه جار تاني عشان اعمل 1 كوباية كمان. انا جهزت الميه بتاعتي، عملت ميه دافيه 3 كوبايات. بسم الله الرحمن الرحيم، انا بقى احط الميه الاول علشان لما احط كل الاضافات بعد كده الاضافات بتاعتي تعرف تتحرك كويس في الخلاط. 3 كوبايات ميه، وادي دي السيمولينا 0.5 كوباية، الدقيق الابيض، بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا 2 معلقة كبار بقى من السكر، الخميرة والبيكنج باودر والبيكنج صودا. بينا يلا نضيف كله. خلاص كل اضافاتنا، اروح اجيب كمان ذرة الملح ما ننسهاش، وزي اي معجنات لازم ذرة ملح، حاجة كده على طرف المعلقة. خلاص كل مقدرنا بقت موجودة في الخلاط، بينا بقى نضرب الكلام ده كله مع بعضه ونخلطه كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، دايما خلي بالك ان في دقيق بيركز في الجوانب، فعشان كده نبتدي ننزله ونضرب تاني عشان اتاكد ان كل المكونات اختلطت مع بعض كويس، مفيش اي تكتلات ولا اي حاجه راكنه في الجوانب. يلا نغطي ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، كده زي الفل. خلاص عجينتنا بقت جاهزه ان احنا نتعامل معاها. بصوا بقى القوام وهي نازله كده، شايفين؟ مش تقيل ومش خفيف قوي، بصوا تحفه جاهزه معانا، سيبها بس ربع ساعه مش اكتر من كده، ويلا على طول بعد كده ان احنا نشتغل بيها ونبتدي نحط طاسه على النار تسخن. بسم الله، الطاسه كده سخنت معانا اهو، ولا تحطي زيت ولا تحطي اي حاجه خالص، اهم حاجه بس تكون طاسه ما بتلزقش علشان تاخدي نتيجه كويسه والقطايف ما تلزقش معاكي. تقدري تحطي العجينه بتاعتك دي عجينه انا كنت عاملاها،
تقدري تحطيها في اي ازازه من بتوع الكاتشب والمايونيز علشان تقدري انك انت تنزليها بكل سهوله، او بالكبشه بقى ونبتدي نحط علشان يطلع كله ان شاء الله قد بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. حاولي بقى توزيني ايدك وتعملي بقى ايه الحجم اللي انت عايزاه. طيب نبص بس كده، شايفين بدأت القطايف تعمل الخرام اللي احنا عارفينها، ده دليل على ان العجينة بتاعتنا ما شاء الله زي الفل وخمرانة والدنيا تمام. التسوية لازم تكون النار مش عالية قوي، لانك لو حطيها على نار عالية قوي اول ما تحطي على طول هتشيط من تحت وتبقى لسه عجينة من فوق، فخلي النار متوسطة. جهز حاجة نقلب بيها ولا محتاجين فاصل ضروري؟ تمام، باينة معانا اهي بجد في منتهى الجمال. تضمني بقى العجينة بإيديكي في البيت وهتعمليها طازة وعلى طول هتحشيها الحشوة اللي انت عايزاها، وتبدأي على طول تحمري في زيت غزير سخن على نار متوسطة. على فكرة كمان تقدري تحمري القطايف في نقطة زيت على طاسة ما بتلزقش، والله بتطلع جميلة جدا وخفيفة جدا جدا، يعني مش لازم يكون الزيت كتير علشان القطايف. أعرف إمتى إن القطايف بتاعتي استوت؟ لما لون القطايف من فوق يتحول للون اللي هو الدقيق، بعد ما كان شكله ني او العجينه شكلها ني تبقى معانا بالشكل ده، بدات اهي تاخد لون التسويه. احنا عايزين نجيب، المفروض بقى يبقى جنبي طبق وفوطه نظيفه علشان لازم القطايف تتغطى، ما ينفعش اسيبها من غير تغطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا الطاسة لازم تكون ما بتلزقش. لسه عايزة شوية، بصوا خلاص هي أول ما هتستوي كمان هتلاقيها تطلع معاكي بكل سهولة. وأيدي لونها من تحت، عايزة أقول لكم بجد في منتهى الجمال، العجينة هايلة نتيجتها حلوة جدا. أول طاسة عامة ما تبقاش ظابطة لغاية ما الطاسة تاخد بقى الحرارة بتاعتها وبعدين تشتغل، هتلاقي كله طالع زي شايفين العجينة معمولة اهي قدامكم، تحفة جدا ونتيجتها ولا أحلى من كده على فوطة نظيفة ناشفة. ونغطي على طول عشان القطايف ما تنشفش معانا وتلزق، وأول ما تبرد على طول بتروح حطاهم كده على بعض تمام بالشكل ده. هايل تحفة. يلا بينا بعد ما بنعمل القطايف ونسويها زي ما انتم شايفين ونتيجتها ما شاء الله طالعة هايلة جدا، ليكي مطلق الحرية بقى انك انت تحشيها الحشوة المناسبة ليكي. تعالوا بينا كده، ايدي القطايف وايدي الحشوة. حشوة المكسرات بالقرفة بتبقى حلوة قوي. عايزين ايه؟ عايزين معلقة. هاخد مكسرات مجروشة، خلينا في الفستق والبندق تمام. هحط رشة من القرفة تمام، واحط عندنا ايه، كنت عايزة سكر، بنحط شوية سكر صغيرين مع الحشوة علشان تخلي الحشوة تتماسك زي الفل. هنكتفي بقى بكده. ونخلي الزيت بقى هو اللي قدامنا يلا عشان نحشي ونحمر. بصوا بقى هنبتدي ناخد الحشوه بتاعتنا ونقفلها عادي جدا. عايزه بس اوريكوا ان القطايف لا بتشقق وبتتلزق كويس جدا وطالعه هايله وزي الفل. بصوا شايفين تحفه. طب نعمل واحده كمان قبل ما نحط في الزيت. تمام شايفين بتلزق على طول ازاي، ده دليل على نجاح القطايف معانا اهو هايل. ممكن نعمل كمان اللي هي الكورنيه اللي بقى عامل زي القرطاس كده، فبقفل تلتينها واسيب التلت فاضي علشان احط كريمه او احط شوكولاته او احط اي حاجه انا عايزاها اي حشوه تمام، عشان تبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بينا ننزل الزيت. طبعا الزيت لازم تملي الطاسه، ما ينفعش تحطي شويه وشويه لا،
هايل. بعد ما تتقلي على طول وهي سخنة بننزلها في شربات التقيل علشان تتشرب منه. لو ما بتحبيش الشربات كتير بتاخدي بالمعلقة كده وتوزعي عليها حاجة بسيطة بتبقى أخف كتير. واللي احنا عملناها اللي هي الكورنيه بعد ما بتطلع تتحمر بتنزليها برضو في الشربات، تحشيها سواء كريمة بقى أو شوكولاتة وتبتدي تنزليها في مكسرات مجروشة بالشكل ده علشان تقدميها. عايزة أوريكم إن القطايف ما شاء الله بصوا ما بتفتحش والدنيا تمام جدا جدا ما شاء الله. عجينه احنا اللي عاملينها باين معانا كده باين اكتر، ولا فتحت ولا شققت ولا اي حاجه، طالعه زي الفل.